طيب زي ما حضراتكم كده هتشوفوا النهارده ان شاء الله احنا بنتكلم على السبلايسز والكونكتورز والكابلرز، وهنتكلم على الجريتنج ونعرف ايه هو الجريتنج دي او الفايبر جريتنج او الفايبر براك جريتنج، هنشوفها في اخر الشابتر ان شاء الله ونتعرف على طريقه عملها والابلكيشنز بتاعتها. طيب احنا كنا اتكلمنا الاسبوع السابق على الاوبتيكال فايبر جويننج او السبلايسز، تمام، و بدأنا نشوف ايه الخصائص بتاعت النقط او الاماكن اللي بيحصل عندها اتصال او وصل للتو فايبرز، سواء كانت الوصل ديت بيرمننت او تمبورال. لو بيرمننت هنسميها سبلايس، لو تمبورال هنسميها كونكتور او كونكتنج، او يعني كونكشن عادي. يعني البرزنتيشن بتتسجل يا جماعه، التسجيل شغال، تاكدوا كده. شغال. طب تمام. فاحنا قلنا ان السبلايسز دي بتبقى عباره عن كريتيكال بوينتس ان اوبتيكال فايبر نتورك، وديت نقط طبعا يعني نقط بتبقى ممكن تسبب ان الكونكشن او الكوميونيكيشن لينك كلها يحصل فيها دامج. يعني لو حصل لا قدر الله قطع في الكيبل مثلا، فانت هتوصله ببعض وهتلحمه، فلو ما كانتش الكواليتي بتاعت الجويننج ديت عاليه ممكن يحصل لوسز عاليه، وممكن يبقى الكوميونيكيشن لينك ما تقدرش ايه تشتغل. طيب زي افكت ذا كواليتي اند لايف تايم اوف ذا لينك، احنا الكلام ده كله غطيناه الاسبوع اللي فات، انا بس براجع عليه بسرعه. لازم تكون السبلايسز ديت هاي كواليتي، يعني لو لوس، يعني التنسل سترينث بتاعتها تبقى معقوله بحيث انها تقدر تتحمل الشد، لو هو في كابل تتحمل الشد او الحاجات اللي بتأثر بميكانيكال فورس على الكيبل وعلى المنطقه بتاعت الحمل الذات، تبقى ستيبل اوفر ذا ديزاين لايف اوف ذا سيستم. طيب في اتنين طريقتين للسبلايسنج شائعين جدا وبيتم استخدامهم، واحنا هنتكلم على الطريقتين. يبقى تو تكنولوجيز فور سبلايسنج، هيبقى عندنا الفيوجن والميكانيكال سبلايسنج. يبقى انا عندنا فيوجن سبلايسنج والميكانيكال سبلايسنج، هنغطيهم الطريقتين ونشوف مميزات وعيوب كل ميثود والطريقه كمان بتاعت عملهم والخطوات بتاعت عمل اللحام بكل طريقه من الاثنين. احنا قلنا المره اللي فاتت برضو ان احنا اللوسز اللي ممكن تتواجد بداخل او عند النقطه اللي بيحصل فيها سبلايسنج، تمام، او بيحصل فيها جويننج بصفه عامه، هو في اتنين كاتيجوري. في كاتيجوري اسمها الانترنسك جوينت لوس، وفي كاتيجوري تانية اسمها الاكسترنسك جوينت لوس. بالنسبه للانترنسك جوينت لوس، في دي بتكون بسبب يا اما الفايبر دايمتر فاريشن، فايبر دايمتر فاريشن سواء الكور سواء الكلادنج، يعني لو في فاريشن في الكلادنج بيأثر، وفي فاريشن في القطر بتاع الكور برضه بيأثر، وهنعرف في كمان 2 3 سلايد هنعرف الحكايه دي ايه سبب تأثيرها. طيب الريفراكتيف اندكس بروفايل ميس ماتش، ده في حاله المالتي مود فايبرز، ده طبعا بيأثر وممكن يسبب لوسز في عند المنطقه اللي بيحصل فيها جويننج. تمام. النيوميريكال ابيرشر ميس ماتش والمود فيلد ديامتر ميس ماتش، اتكلمنا وشرحنا الكلام ده كله بالتفصيل. نون سيركولاريتي اند نون كونسنتريستي اوف فايبر مود وفيلد، والكلام ده بيبقى شائع في السنجل مود فايبرز. في اذر فاكتور ذات ديبند اون فابريكيشن توليرانس، يعني ممكن وانت بتصنع اوبتيكال فايبر الكابل الواحد يبقى الريفراكتيف اندكس بروفايل، يعني بيبقى في سيرتن ديفيشن ولو حتى بسيط، يعني بس برضه يعني زي ما احنا قلنا ان انت لو بتصنع نفس الماشين بتصنع نفس الترانزستور مش هتطلع البيتا بتاعتهم كلها زي بعضها، لا بيبقى في شويه ديفيشن او بيبقى في شويه تولرانس بيبقى ان افويدابل، ما تقدرش
تقدرش تتحكم فيه بقى. فديت لو انت طبعا حصل قط او قطع في اي حته في الكيبل، او انت بتعمل جويننج لتو كيبلز عشان تعمل وصله اطول، تمام، فممكن نتيجه التولرانس دي برضو تعمل شويه ايه جويننج لوسز. طيب بالنسبه للاكسترنسك جوينت لوس دي بتبقى جايه من بعوامل خارجيه او بتاثير ملهاش علاقه بالاستراكشر بتاع الكيبل، ولكن ليها علاقه بالطريقه بتاعت مثلا الالاينمنت. فمثلا انت ممكن تعمل ترانسفيرس اوفست، او يعني تخلي في شيفت في الوضعيه بتاعت التو كيبل، سواء طوليه زي اللونجيتيودنال اوفست او عرضيه زي الترانسفيرس اوفست. ممكن تعمل اكزيال تيلت، ممكن يبقى في عندك الاندنج بتاعت الفايبر مش انت مش عامل لها فينيشنج كويس، فبالتالي مش عارف تعمل الاينمنت صح، بيخش لك بيحصل لك فيها بابلز، او بيحصل لك بيخش فيها ماده ثالثه او يعني الهواء مثلا، فدي بتاثر في البرفورمانس بتاع الجوينت. وطبعا الفرينال ريفليكشن ده طبعا لو انت في عندك مشكله في الالاينمنت او في المس ماتش ما بين الريفراكتيف اندكس للكور. ده الشكل بتاع بعض النقط اللي احنا غطيناها، تمام، وبيشرح لك كده لو انت عندك alignment. شايفين الماوس يا جماعة؟ أزمين. تمام، زي ما انتم شايفين كده هنا الكور كونسنتريستي، لو الكور مش في السنتر بالظبط بتاع الكيبل، تمام، ممكن نتيجة ان انت بتبدأ تعمل اللحام، تمام، فممكن نتيجة الكابل حصل له مثلا روتيشن بسيط كده، فتبص تلاقي الكور ما بقاش في القطعتين منطبق على بعضه، فطبعا دي تعمل لوسز. او الكور شيب ممكن يسبب لوسز نتيجة ان كور مثلا منهم شكله إليبتيكال كده، والتاني مثلا دائري، او الاثنين إليبتيكال زي ما الوضع اللي قدامنا كده. وبرضو عمرك وانت بتعمل اللحام هتعرف تظبط الكونسنتريستي بتاعت التو كيبلز بالمنظر يعني اللي هتبقى البرفكت، يعني لان الحاجات دي تبقى بعدها صغيره جدا جدا. الكور دايمتر مس ماتش والكلادنج دايمتر مس ماتش اللي قلت لكم هنشوفهم زي ما انتم شايفين كده، لو حتى الكابل من بره الكور الكلادنج دايمتر قد بعضه والكور مش قد بعضه، طبعا دي تعمل لوسز في المنطقه دي. هنا لو انت عندك الكور دايمتر متساوي بس الكلادنج مش متساوي، انت بتعمل عمليه الاينمنت، فاحد طرق الالاينمنت او احد الميثودز بتاعت الالاينمنت انها بتحطهم على سطح مستوي، تمام، وبيبقى له شكل بيبقى يعني الجيومتري بتاعته بشكل معين كده، ولكن نتيجه عمليه الالاينمنت دي هتبص تلاقي ان التو كورز ما بقوش قدام بعض بالظبط نتيجه ان الكلادنج دايمتر مش متساوي في التو كيبلز اللي انت بتعمل لهم لحام. طيب بالنسبه للاكسترنسك لوسز دي اللونجيتيودنال ميس الاينمنت، ديت اللاترال او ترانسفيرس ميس الاينمنت اللي احنا كنا متكلمين عليها شويه، الفايبر اندنج زي ما انتم شايفين كده المفروض الاثنين يبقوا بنفس الايه معمول لهم فيرتيكال كات، لو في واحد منهم الفيرتيكال كات بتاعته مش مظبوطه ممكن تعمل مشكله في تسبب اكسترنسك لوسز. لو عمليه الالاينمنت مش مظبوطه فحصل لك حاجه اسمها الايه الانجولار مس الاينمنت، فيحصل حاجه بالمنظر دوت. الاندنج بتاع الفايبر لو الريجولر ممكن يحصل ايه برضه يسبب لوسز. طيب اللوس بيتقاس ازاي؟ الجويننج لوسز، تمام، بسيطه جدا، انت بيبقى عندك الكيبل بالمنظر ده، تمام، ادي الحته اللي بيحصل عندها اللحام، تمام، انت بتيجي تقيس الباور هنا، تمام، تجيب البي ان قبل الانبوت على قبل المشكله على طول، تمام، وتشوف الباور بعد على طول البي اوت، تمام، عرفت الاثنين تقدر تعرف الايه الاتينيويشن اللي حصل نتيجه الايه نتيجه المنطقه اللي حصل فيها جويننج. طبعا
في طرق كتيره بقى لقياس الانبوت. طبعا الانبوت باور انت بتبقى عارفها، انت بيبقى عندك سورس مطلع لك سيجنال، او مثلا السورس ده عباره عن دايود مثلا، تمام، مطلع السيجنال دخلتها انت جوه الفايبر، سوري، تمام، دخلت جوه الفايبر، فبالتالي انت عارف الباور اللي طالعه من هنا، تمام، وعارف اللوسز اللي بتحصل اللي هي النورمال خالص اللي بتحصل على الفايبر، فانت هتقدر تتوقع ان الكيبل اللي بالطول الفلاني دوت بطوله مثلا ال كده، تمام، عامل لوسز قد ايه، فانت تقدر تحسب البي ان. البي اوت بوت برضه ممكن تحسبها بحاجه بطريقه مشابهه، يعني مش لازم تحسبها قبل الجوينت على طول وبعد الجوينت على طول، دي طريقه وبتتعمل برضه على فكره، وهقول لكم بتتعمل ازاي كمان شويه. انت ممكن فعلا تجيب كيبل وتقدر تحسب، تقدر تنجكت سيجنال بس مش من طرفه، ممكن من قبل الجوينت على طول، وممكن تقرا برضه السيجنال قبل الايه، اسف، بعد الجوينت مباشره. المهم في جميع الحالات انت بتشوف البي انبوت بتاعه الايه الكيبل، وبتشوف البي اوتبوت، وبالتالي تقدر تحسب الايه اللوسز، باعتبار ان جميع اللوسز الثانيه انت حاسبها واعمل لها اليمينيشن من الايه من الايكويشن دي. او يعني ممكن نقول بشكل ادق، انا عايز اجيب البي ان قبل الجوينت والبي اوتبوت بعد الجوينت مباشره، عشان اقدر احسب الايه الاتنيويشن لوس اللي حصل، او الافيشنسي حتى بتاعت الايه الايكويشن دي، تقول الافيشنسي بتاعت الايه الجوينت بتاعتي. طيب الجويننج لوسز المالتي مود فايبر، نشوف بقى نحسبها ازاي. طيب الاوبتيكال باور كابلد فروم وان فايبر تو انذر از ليميتد باي ذا ليسر اوف ذا نمبر اوف مودز ان ايتش. يعني لو انت بتعمل جويننج التو مالتي مود فايبرز، تمام، يصح ان النمبر اوف مودز في الفايبر اللي جاي منه السيجنال يبقى اقل من النمبر اوف مودز اللي يسمح بيها الحركه في الفايبر. يعني قلنا السيجنال بتتحرك في الاتجاه ده، يبقى انت عندك هنا الان اللي هي النمبر اوف مودز، تمام، لازم تبقى اكبر منين؟ من الان اللي هنا، تمام. لو كده هتبص تلاقي ان اللوسز بقت مش كبيره، لان هيبقى في سوري دي تبقى معكوسه، يعني دي المفروض تبقى العكس كده، تمام. طيب يبقى لازم هنا number of modes تبقى أكبر من هنا. نعم؟ ايه الحته دي؟ معلش هعيدها تاني، حاضر، همسحها وارسمها تاني. بص الفكره بتاعتي ايه، ان انا لو عندي اوبتيكال فايبر، تمام، الباور بتتحرك في الاتجاه ده، تمام، والحته دي اللي فيها الجوين، هنا المفروض هنا number of modes مثلا N واحد، تمام، هنا number of modes N اتنين، تمام. ايه ده؟ طيب هو number of modes ينفع تغيره، number of modes ينفع تغيره قبل الكونكشن وبعده؟ لا، ما لو انت بتعمل دمج او بتعمل جويننج لتو فايبرز مختلفين، يعني انت عندك افرض انت عندك كابل عايز تطوله وما عندكش نفس النوع، تمام، فانت ممكن تجيب تو فايبرز متشابهين شويه في السبيسيفيكيشن، بس ممكن يبقى في اختلاف في النمبر اوف مودز عند الاوبريتنج فريكوانسي، تمام. فلو النمبر اوف مودز بتاع التاني اللي هو الان 2 تبقى اكبر من الان 1، ممكن اللوسز تبقى قليله، نتيجه ان انت هيبقى في عندك مودز زياده في الفايبر الثاني، انت مش هتبعت عليها باور، واخد بالك، بس مش هيبقى في عندك مودز في الاولاني مش لاقيلها مثيل في الناحيه الثانيه، تمام، مش في الباور اللي فيها تبقى لوست، فاهم قصدي؟ يعني كان انت مثلا عندك 10 عربيات
في الجنب الايه الشمال دوت، وعندك 8 عربيات بس، فالحموله بتاعت ال 10 عربيات مش هتعرف تحطهم على الثمانيه، هيبقى في عربيتين كده مش هتعرف تفضي الايه الحموله بتاعتهم اللي هم الباور المفروض عندنا في المودز. تمام؟ فلازم وانت بتعمل جويننج وما لقيتش نفس التو فايبرز او ما لقيتش نفس الفايبر تكمل بيه اللينك، هتجيب واحد تاني، هتجيب نوع تاني. تمام؟ بس اتاكد بقى ان النوع التاني دوت النمبر اوف مودز فيه عند الاوبريتنج ويف لينس ديت يكون اكبر من الايه من الفايبر اللي جاي منه الباور. ماشي كده؟ طيب the optical power coupled from one fiber to another is limited by the lesser of the number of modes in each. يعني ال هنشوف بقى الكلام ده معناه ايه دلوقتي. طيب ال optimum coupling occur in either direction when the number of modes is matched. طبعا ده احسن حاجه ان انت تجيب نفس الكابل او تجيب تو كيبلز حتى لو تو ديفرنت كيبلز، بس يديك ايه نفس الايه يبقى له عندهم طبعا نفس النمبر اوف مودز. تمام؟ او يحصل ماتشنج في النمبر اوف مودز. بس لو ما لقيتش هتضطر تتصرف بالطريقه دي بقى. طيب the number of modes at in a fiber دي طريقه حسابها بقى، دي طريقه حساب النمبر اوف مودز. هو طبعا هنا الايكويشن اللي احنا كنا بنعوض فيها مباشره هي الفي تربيع على 2. تمام؟ هو هنا بيبدا يقول لك هي جت منين يعني. تمام؟ انا مش هتهمني قوي الايكويشن يعني مصدرها ايه، ولكن انا يهمني النتيجه. تمام؟ this equation reduce to the number of modes. تمام؟ in general طبعا دي general equation. تمام؟ واخد في اعتباره بقى ان الفايبر بتاعي graded index. احنا اتفقنا قبل كده ان الجريدد اندكس فايبر. تمام؟ ده الجنرال كيس بتاعه الاوبتيكال فايبرز، يعني لما تحط الجي باي رقم بقيت جريدد اندكس، لما تحط الجي بما لا نهايه يبقى انت شغال ايه شغال ستيب اندكس. تمام؟ فهو حط الايه جنرال ايكويشن زي ما انت شايف كده بالمنظر ده. طيب يبقى بيقول لك تاني ايه اللوسز. تمام؟ ديبند اون باور ديستريبيوشن امونج ذا ايه مودز اوف فايبر. يبقى كمان اللوسز مش بتعتمد على النمبر اوف مودز فقط، لا بتعتمد على الباور ديستريبيوشن، يعني كل مود شايل جزء قد ايه من الباور اللي بتتنقل داخل الاوبتيكال فايبر. طيب يوجوالي اسيوم ذات ذا باور از يونيفورم ديستريبيوتد اوفر اول مودز، يعني احنا دايما بنعتبر ان الباور ديستريبيوشن متساوي على كل المودز، ولكن ده براكتيكالي مش بيبقى حقيقي، يعني ما بيبقاش فيه equal power على كل الايه على كل لكل مود يعني. تمام؟ ولكن احنا بنعتبرها بالمنظر ده كده، هي برضو كايه كassumption لبس عشان نشوف نعمل insight داخل الموضوع. طيب in reality the power may be unevenly distributed due to launch conditions. يبقى اللي بيسبب اختلاف في الباور لكل مود هي طريقة دخول الاشعة بتاعت السورس. تمام؟ جوه الاوبتيكال فايبر. يبقى the power may be unevenly distributed، يعني الباور مش هتبقى موزعه بالتساوي على ال 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 المودز. تمام؟ due to a launch conditions اللي هي الطريقه طرق الدخول الايه الري جوه الاوبتيكال فايبر، or due to the modal effects in very long fibers that leave most of the power in the lower order modes of the fiber. دي نقطة مهمة ان most of power بيبقى موجودة في lower order ايه modes، يعني المودز اللي بتتحرك قرب الاكس او يعني لو احنا قلنا ادي الاوبتيكال فايبر حاجة بالمنظر ده. تمام؟ احنا اتفقنا ان الشعاع اللي هيتحرك بالمنظر ده. تمام؟ ده الاوردر بتاعه اعلى من الشعاع اللي هيتحرك بالمنظر ده. تمام؟ واعلى من الشعاع والشعاع اللي هو بيتحرك يعني تقريبا موازي للاكس، ده بيبقى اللوست اوردر ايه مود. يبقى انت كل ما الزاويه دي تبقى اكبر كل ما الايه ما المود بيبقى اقل، كل ما الزاويه دي تصغر يبقى انت بتتكلم على هاير اوردر مود. تمام؟ فدايما الباور بتبقى متركزه في اللور اوردر مودز، يعني المود اللي هو بيبقى بيتحرك موازي للاكس بتاع الفايبر واللي بيتحرك بزوايا كبيرة. تمام؟ بتخلي تقريبا يعني ماشي شكله شبه متوازي مع الايه مع الاكس، يعني ده الباور اللي فيه
تمام اعلى من الباور اللي في ده، والباور اللي في ده اعلى من الباور اللي في ده، تمام. فهي فعلا التوزيع ايه ان ايفن او غير متساوي. طيب باور ديستريبيوشن افكت اولسو بلاي ا رول ان اكسترنسك فاكتوري فاكتورز اوف لوس، يعني الباور ديستريبيوشن كمان بيأثر في الايه في الاكسترنسك لوسز. دي نقطه مهمه برضو، يعني الاكسترنسك لوسز مش بس بتعتمد، يعني هو ظاهريا بتعتمد على الاستراكشر بتاع الحته او يعني الفينيشنج بتاع المنطقه اللي بيحصل فيها لحام، تمام، والطريقه بتاعه الجويننج والطريقه بتاعه الايه بتاعه الالاينمنت، تمام. مش كده بس كمان، لا ده الباور ديستريبيوشن ممكن كمان ايه ياثر، يعني الاكسترنسك لوسز بيبقى في جزء ولو حتى بورشن صغير هو بيبقى الايه في اللوسز اللي بتحصل فيها بيبقى من الباور ديستريبيوشن. طيب the losses encountered due to an axial misalignment. نعم ايوه باشمهندس. ليه باور ديستريبيوشن باور ديستريبيوشن بيلعب الجزء اللي بتاع باور ديستريبيوشن افكتس اوسو بلاي رول ان ذا اكسترنسك فاكتورز اوف لوس. ايوه تمام. هقول لك يعني ايه معناه ايه بقى حضرتك. هقول لك معناها ايه دلوقتي. افرض ان انت عندك تو اوبتيكال فايبرز وحصل فيهم لونجيتودينال شيفت بالمنظر ده، مش دي اكسترنسك افكت او دي بيحصل عندها اكسترنسك لوس، صح كده؟ تمام. طيب لو كل الاشعه بتتحرك دخلت من هنا، يعني طلعت من هنا دخلت هنا على طول، هيحصل لوس؟ لا لا. تمام. طب لو كل الاشعه طبعا عشان هي اتنقلت من جوه الكور اللي بان واحد للجزء اللي هو الفري اللي هو هواء او في ماتيريال تانية ديت، فبيحصل ايه؟ الاشعه بتبدا تتحرك كده. سوري هجيب لون تاني عشان خاطر تبقى باين. ناخد مثلا اللون ده، تمام. فانت عندك الاشعه تتحرك ازاي؟ هتتحرك كده، تمام. يعني في جزء منها هيطلع، مش كده؟ طيب الجزء بقى اللي هيخش جوه، الجزء ده هو طلع خلاص، ده طلع. لو الباور متوزع بالتساوي، تمام، يبقى الجزء اللي هيطلع ده عاده اللي بيطلع بره اللي هو ما بيقدرش يحصل له كابلنج من جوه الكور ده لجوه الكور بتاع الجزء الثاني من الفايبر، هي بتبقى الهاير اوردر موز، تمام. طيب يبقى الحاجات اللي بتهرب دي غالبا في المنطقه دي بتبقى الهاير ايه اوردر موز. طيب افرض ان انت بقى او انت شوف ان الهاير اوردر موز زي ما احنا قلنا كده الباور اللي هي بتبقى بتكاري باور اقل من الايه من اللور اوردر موز، تمام. يبقى اكيد اللوسز مش زي ما انت هتحسبها، يعني انت هتيجي تحسب اللوس هنا سي مثلا هتلاقيها 10 ديسيبل على اساس ان كل المودز شايله نفس الباور، لكن لما تيجي تقيسها فعلي تلاقيها 9 بس، مفيش لوسز الا 9، تمام. ليه؟ لان الهاير اوردر مودز بتبقى شايله باور اقل من اللور اوردر مودز، وعاده اللي بتسكيب من الحته دي هي الايه الهاير اوردر مودز. اخدت بالك؟ واضحه كده ولا محتاج اوضحها تاني؟ سامعني باشمهندسين؟ سامعني؟ سامعني حضرتك يا دكتور. طب بس اكد عليا. بخاف النت يكون قطع بس. لا كله تمام يا دكتور. تمام. طب هي واضحه كده يا باشمهندس؟ هو بصراحه دكتور النور كان قطع ولسه جاي، فما حضرتش من الاول، فمش عارف ادي رايي بصراحه. لا كان في باشمهندس بيسال، مش عارف حضرتك انت ولا حد تاني. لا هو اكيد مش انا لسه داخل عشان القناه. طيب الباشمهندس اللي كان بس بيسال، فانا بس باكد ان هو قدر يعني قدرت اوصل له اللي هو النقطه اللي هو عايز يفهمها، ولا محتاج اوضحها له اكتر؟ طيب عموما يعني لو محتاج ايضاح اكتر يا باشمهندس، تمام، ممكن بعد المحاضره انا تحت امرك يعني.
طيب the losses encountered due to axial misalignment of the fiber depend on the distribution of power in the A in the modes. طيب نجيب البن تاني بنفس السن ونجيب اللون بتاعنا. طيب بصوا بقى الطريقة بتاعت حساب اللوسز عند الجوينت. تمام، لو في مشاكل اللي احنا قلناها بقى اللي هو مسماتش في النيوميريكال ابيرشر، مسماتش في الكور ديامتر، مسماتش في الريفراكتيف اندكس بروفايل. تمام، بص بقى، بص مثلا في اول واحد يبقى هنا الايتا تمام او النسبه ما بين الاوتبوت باور للانبوت باور نتيجه وجود اختلاف في النيوميركال ابيرشر بتساوي ايه؟ بتساوي النيوميركال ابيرشر عند الريسيفنج تمام على النيوميركال ابيرشر للاميتنج اي، دي اختصار الاميتنج. تمام، والار اختصار receiving. تمام، طيب يبقى لو لو النيوميركال ابيرشر بتاع الريسيفنج اقل من النيوميركال ابيرشر بتاع الاميتنج يبقى دي النسبه ما بين الاوتبوت باور للانبوت باور، ماشي كده. طيب لو النيوميركال ابيرشر بتاع الريسيفنج اكبر تمام يبقى النسبه واحد، يعني مش هيحصل لوس. ده بالنسبه للايه؟ للنيوميركال ابيرشر افكت. تمام، طيب بالنسبه للفايبر ريديوس افكت تمام، الكابلنج افشنسي فور فايبر اوف ديفرنج كور رادياي از جيفن باي الايتا ار اللي هي النسبه ما بين البي اوت على البي ان. طيب البي اوت على البي ان لو الاي ار او الكور ديامتر بتاع الريسيفنج اقل، طبعا هو بيتكلم هنا الريديوس مش هتفرق الريديوس والديامتر، ما هم يعني هي نسبه في الاخر. طيب الكور ريديوس اقل من الاميتنج ريديوس، يعني الكور ريديوس بتاع الريسيفنج فايبر اقل من الكور ريديوس بتاع الاميتنج فايبر، لو دي موجوده يبقى الـ 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 الريشيو او الايتا بتساوي اي ار على اي اي كل اي تربيع. طب لو العكس، لو الاي ريسيفنج اكبر يبقى مفيش لوسز، يبقى بواحد. طيب بالنسبه لاختلاف الريفراكتيف اندكس بروفايل تمام، يعني اللي هو في اختلاف في الجي، الجي اللي هي الايه البروفايل اندكس. طيب يبقى الايتا جي اللي هي زي ما قلنا البي اوت على البي ان بتساوي ايه؟ هتساوي جي ار في جي اي زائد 2 على جي اي في جي ار زائد 2. ده امتى؟ لو الجي ار بتاعه الريسيفنج اقل من الجي اي. طيب لو كانت الجي ار اكبر من الجي اي مفيش مشكله، طالما طالما الريفراكتيف البروفايل اندكس في الريسيفنج اكبر ما يحصلش لوسز نتيجه الايه؟ نتيجه وجود اختلاف في البروفايل اندكس. معنى كده ان لو انت عندك جريدد اندكس فايبر هو الاميتنج وستيب اندكس فايبر اللي هو الريسيفنج، لو انت وصلتهم ببعض مش هيحصل لوسز، لكن لو عكست وخليت ان الستيب اندكس هو الاميتنج والجريدد اندكس هو الريسيفنج هيحصل ايه؟ لوسز، وتعوض بقى في الايه؟ في المعادله دي. تمام، طيب اظن كده الدنيا ايه؟ الدنيا اتضحت. يعني المسماتش دوت بيعمل مشكله في وضعيه معينه، يعني انت ممكن وانت بتعمل بتصمم اللينك بتاعتك تمام ولقيت ان انت محتاج اوبتيكال فايبر، محتاج اتنين اوبتيكال فايبر وبس مضطر غصب عنك تاخدهم مختلفين، يبقى انت هتعمل ايه؟ انت تشوف بقى الكونديشنز دي، مين الريفراكتيف اندكس بروفايل بتاعه اكبر، مين الجي بتاعته اكبر تخليه هو رقم 2 تخليه هو اللي بيستقبل، مين الديامتر بتاعه لو في اختلاف في الديامتر مين الديامتر بتاعه اكبر خليه هو الريسيفنج، مين اللي مختلف في النيوميركال ابيرشر خليه هو الاكبر هو الريسيفنج، عشان تتجنب اللوسز نتيجه الايه؟ نتيجه الفاكتورز المختلف. طبعا انت مش هتقدر تحقق كل الحاجات مع بعض، يعني مش هتلاقي مثلا الكور ديامتر والكور ديامتر مش لو مش قد بعض
خلاص هيحصل انت هتختار الكبير هو الايه هو الريسيفنج عشان ما يحصلش لوسز. تمام، بس ممكن وانت بتعمل كده تلاقي نفسك النوميركال ابيرشر ايه لا اتعكس، يبقى النوميركال ابيرشر بتاع الريسيفنج بقى هو الاقل فيحصل لوسز نتيجه ايه اختلاف النوميركال ابيرشر. تمام، فانت هتعمل اوبتمايزيشن بقى، يعني انت هتبدا تجرب او بالورقه والقلم كده تحسب تشوف الطرق اللي تعمل فيها الكونكشن باقل لوس ممكنه. تمام، ودي بتبقى شكل سؤال مثلا في الامتحان مثلا اديك مواصفات تو فايبرز اقول لك اعمل لهم جويننج باقل لوسز ممكنه. تمام، فانت هتعمل ايه؟ بتقعد تشوف اللوسز الاكبر بسبب ايه. تمام، وتتجنبها. يعني مثلا انت لقيت اللوسز مثلا الاكبر بس بسبب مثلا الاختلاف في الريفراكتيف اندكس بروفايل، خلاص يبقى انت ديت انت هتظبط الوضعيه بتاعه الاوبتيكال فايبرز بحيث انها ايه ما تعملش لوسز نتيجه الايه الريفراكتيف اندكس بروفايل، مع انها ممكن تعمل لوسز مثلا سيفي نوميركال ابيرشر، بس هتبقى اكيد لوسز اقل منين من لو انت راعيت الكونديشن بتاع النوميركال ابيرشر بس ما راعيتش الكونديشن بتاع الايه الريفراكتيف اندكس. يعني بتقعد تجربهم لحد ما تديك اقل ايه لوس ممكن. تمام، موضوع مش بيبقى صعب، يعني انت بتحسبها مره وهتعرفها بعد كده بقى، يعني هي بتحسب الحاجات مره واحده فانت بتقدر تقدر تختار مين اللي اللي مش هاخده او مين اللي انا مش يعني اللوسز اللي ممكن اعملها ايه اهمل التاثير بتاعها لانها بتبقى قليله. طيب هنا شكل للسبلايس لوس لو في عندك ريفراكتيف اندكس بروفايل ميس ماتش. تمام، هو هنا بيقول لك ده لو ده الترانسميتنج، الترانسميتنج دي الفاليو بتاعته وديت اللوسز بتاع لو ديت اللوس مثلا عند الريسيفنج بتاعك بواحد، الريسيفنج بواحد ونص، الريسيفنج باتنين وهكذا. تمام، يبقى هنا لو ايوه سامعك، يعني مثلا لو انت عندك الريفراكتيف اندكس بتاع الترانسميتنج اللي هو الاندكس بروفايل بتاعه مثلا بواحد ونص. تمام تمام، يبقى انت ماشي على الخط ده. طيب ال وهكذا بقى، يعني انت مثلا عايز مثلا عندك الانبوت بتاعك او الجي تي بتاعتك بواحد وثمانية من عشر والجي ار مثلا بواحد، يبقى انت بتتحرك تطلع كده. تمام، وترجع كده تجيب اللوسز اللي هتحصل. طيب ال مثلا الانبوت بتاعك بواحد ونص، تمام، والريسيفنج بواحد ونص، طبعا مش هيحصل لوسز زي ما انت شايف كده، ما ده الجي ار بتاع الواحد ونص. طب لو الجي ار بتاعتك بقت مثلا واحد واربعة من عشر، يبقى انت هتمشي على الخط ده، يبقى انت هتطلع من هنا كده. طيب لو دي واحد وثمانية من عشرة، تمام، والتاني باتنين، يبقى مفيش لص بصفر. تمام، طيب عند الاثنين، تمام، والريسيفنج بواحد وثمانية من عشرة اهو. طيب عند الاثنين واثنين من عشرة والريسيفنج بواحد ونص اهو، تطلع كده ده ريسيفنج واحد ونص، ترجع كده وهكذا وهكذا. يبقى التيبل ده او يبقى الجراف دوت هيساعدك انت هتعمل ايه، هتشوف الريفراكتيف اندكس بروفايل بتاع ترانسميتنج فايب وتروح عامل خط راس. تمام، وتشوفه هيقطع الريسيفنج اندكس، الاندكس بتاع الريسيفنج فين نقطه او فين كيرف، وعند التقاطع ده تروح راجع افقي تجيب الايه السبلايس لوس نتيجه الايه نتيجه الجي ميس ماتش. ماشي كده، تيبل سهل طبعا، مش تيبل هو جراف سهل. تمام، ولو انت لقيت في بعض الكيرفات مش متاحه انت ممكن تعمل لها ايه انتربوليشن، او يعني يعني تحط كيرف ايه يعني متوسط ما بين الكيرفين اللي انت ايه اللي انت هتتحرك ما بينهم وتبدا تجيب الايه الفاليو، او ممكن تعمل افريج عمليه افريجنج، يعني مثلا لو هي جت على 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 كيرف زي ده مثلا. تمام، طب انا هو حاجه في الاثنين فانا عندي دي ب 2.8، خلاص انت هتطلع تجيب دي وتطلع تجيب دي. تمام، وتروح تعملهم نسبه وتناسب، تعملهم بالايه بالانتربوليشن بقى بالايه بالحسابات كده يطلع لك ابروكسيميت ايه فاليو ليه للسبلايس لوس. طيب يبقى كومبايند افكتس، نشوف بقى لو انا عندي كل اللوسز دي متوفره، طبعا انت مش دايما هتلاقي كل اللوسز بتحصل.
تمام، انت ممكن تلاقي اثنين والثالثه مش موجوده مثلا. In general, having found the individual intrinsic coupling efficiencies, we estimate the total intrinsic coupling efficiency as. يعني لما انت تحسب كل الكوبلينج efficiencies يبقى total coupling efficiency هتساوي حاصل ضربهم كلهم في بعض. يعني هتلاقي حاصل ضرب الايتا نيوميركال ابيرشر في الايتا radius والايتا index profile، تضربهم في بعض تجيب التوتال ايه؟ التوتال افيشنسي. يبقى ديت المفروض الباور اوت بتاع الباور انبوت، تمام، في حاله الايه؟ في حاله لو ما فيش عندك الا انترنسيك لوسز فقط. طيب تو اكسبريس ذا كومبايند لوسز ان ديسيبل، طبعا هتاخد 10 لوج الكلام ده، او مش 10 سالب 10 لوج الكلام ده، تمام. يبقى انت لو انت عايز تجيب التوتال لوسز يبقى سالب 10 لوج الايتا توتال، تمام، اللي هي بتساوي اللص بتاع النوميركال ابيرشر زائد اللص بتاع الريديوس زائد اللص بتاع الايه الاندكس بروفايل، تمام. ودولت ايه طبعا عشان هم مضروبين في الابسوليوت كونديشنز، يعني الايتا توتال بتساوي حاصل ضربهم، يبقى لما تيجي تتكلم عليهم بالديسيبل يبقى عباره عن حاصل ايه جمعهم، تمام. يبقى لما تيجي تجيب التوتال لص يبقى سالب 10 ايه في الايتا في اللوج بتاع في اللوج طبعا الاساس 10 الايتا توتال. طيب اكزامبل بيقول لك كالكوليت ذا كابلنج افيشنسي ذات كان بي اكسبكتد ان كابلنج 50 125، ركز بقى هنا، تمام، ستيب اندكس، تمام، اميتنج، يبقى الاميتنج بتاعك هيبقى ستيب اندكس فايبر وذ نيوميريكال ابيرشر 15 من 100. طيب A 62.5 125 graded index الجي بتاعتك بتساوي 2، ده هيبقى receiving a fiber with an numerical aperture ب 2 من 10. يبقى انت عرفت الكيبل الاولاني الجي بتاعته الار بتاعته بكام، تمام، الجي بتاعته بكام والنيوميركال ابيرشر بتاعته بكام. طيب في السوليوشن نشوف كده. طيب انت عندك النيوميركال ابيرشر بتاعت الريسيفنج اكبر، يعني ديت ب 2 من 10 و الترانسميتنج او الاميتنج ب 15 من 100، تمام. يبقى اكيد الايتا نيوميركال ابيرشر هتبقى بواحد، لان طالما الريسيفنج اكبر يبقى انت عندك الايه اللوسز نتيجه النيوميركال ابيرشر مش هتبقى موجوده، يبقى الايتا نيوميركال ابيرشر بواحد. طيب نمسك بالنسبه للريديوس، طيب الاميتنج اللي هي ب 50 اقل من الايه من الاي ار اللي هي ب 62.5، مش كده؟ يبقى الاميتنج اقل من الايه من الريسيفنج. طيب طالما الاميتنج اقل من الريسيفنج برضو يبقى الايتا هتبقى بكام؟ بواحد. ما هو انت عندك طالما الكبير كده عند الايه الاميتنج بالنسبه للريديوس، تمام، يبقى اسف الاميتنج اقل من الريسيفنج، تمام، يبقى انت اكيد مش هيحصل ايه لوسز نتيجه الريديوس، ماشي، من الايكويشن اللي فات. طيب نيجي نشوف تاني بالنسبه للاميتنج الجي بتاعتك بكام؟ ما هو بيقول لك ستيب اندكس يعني الجي ما لا نهايه، تمام. طيب الريسيفنج بكام؟ هو مديها لك هنا ب 2، يبقى هنا بقى ديت هتعمل لوس، يبقى الجي اي كده اكبر من الجي ار، كده يبقى انت ايه عندك لوس. طيب هتعمل ايه بقى؟ هتعوض في الايكويشن الايتا جي بقى ساعتها بتساوي جي ار في الجي اي زائد 2 على جي اي زائد جي ار مضروبه في الجي ار زائد 2. طيب وهتعمل ال طبعا عندك المشكله كلها في الجي اي، تمام، فانت اقسم بسط ومقام على الجي اي، تمام، وبعدين عوض بالجي اي بما لا نهايه، تمام، يطلع لك ان الايتا جي بتساوي نص، تمام. يبقى توتال افيشنسي بكام؟ حصل ضربهم بقى في بعض اللي هي 1 في 1 في نص يبقى بنص. طيب التوتال لوس بيساوي ايه؟ سالب 10 لوج النص اللي هي بتطلع 3 ديسيبل. يبقى الجوينت ديت الانترنسيك لوس اللي فيها عباره عن ايه؟ 3 ديسيبل. يعني لو انت حاطط 10 ديسيبل في الانبوت، تمام، يطلعوا لك 7 ديسيبل نتيجه بس الايه؟ اللوسز اللي حصل في الجوينت. طيب نشوف بقى المشاكل. الكلام اللي فات ده طبعا كان على الانترنسيك لوسز. طب نشوف بقى المشاكل اللي بتحصل نتيجه الاكسترنسيك لوسز. طيب لو انت عندك
misalignment effects. عندك lateral displacement تمام، او عندك step index fiber coupling efficiency depend the lateral misalignment distance. يعني لو انت عندك lateral ايه misalignment وعندك اتنين بتعمل joining ال two fibers، الاتنين fibers step index. يعني دلوقتي الوضعية اللي احنا بنتكلم فيها، لو انت عندك step 2 step index fiber تمام، وانت بتعمل لهم joining وحصل فيهم misalignment تمام، لو انت عندك فيهم lateral misalignment بالمنظر ده، يعني في shift هنا زي ما انت شايف كده تمام، يبقى efficiency بتاعت الكابلنج تمام بتاعت الستيب اندكس هتساوي الايكويشن، تتحسب بالايكويشن دي 2 على باي كوزاين ماينس 1 دي على ايه ماينس دي على باي ايه جذر 1 ناقص دي على 2 ايه كل ايه تربيع طبعا تحت الجذر. طيب طب لو انا عندي lateral misalignment بس لو انا عندي graded index fiber، هناخد ناخد special case او ناخد كيس معينه تمام اللي هي جي بتساوي 2 تمام. لو خدت الجي بتساوي 2 تمام، هتبص تلاقي الايكويشن بقت سهله جدا كده تمام. بص كده في الايكويشن دي تمام، 2 على باي كوزاين ماينس 1 دي على 2 اي ناقص جذر 1 ناقص دي على 2 اي كل تربيع في دي على 6 اي في 5 ناقص دي تربيع على 2 اي تربيع تمام. دي الايكويشن بتاعت الايتا جريدد ايه اندكس عند الجي بتساوي 2، يبقى ديت تمام محسوب عند الجي بتساوي 2. طيب للتسهيل فول جريدد اندكس فايبرز ويز جي اند ابروكسيميتد ريليشن، يعني لو انت لقيت الدي على الايه الدي اللي هي الديسبليسمنت ديت على نص القطر اقل من 4 من 10 ممكن تاخد الابروكسيميشن دوت. يبقى لو انت عايز الاكزاكت فاليو عند الجي بتساوي 2 بالذات تمام، هتاخد الايكويشن دي تمام. طيب ده عند اي بقى ايه اي ريشيو لدي على ايه. طيب لو انت لقيت الاجزيا اللي هي اللاترال شيفت ديت بحس ان النسبه ما بينها على نص قطر الفايبر تمام اقل من 4 من 10 ممكن تاخد الايكويشن البسيطه ديت لاي فاليو من الجي تمام، تساوي ايه بتساوي تقريبا 1 ناقص 2 دي على باي ايه في جي زائد 2 على جي زائد 1. طبعا الايكويشن دي سهله بس هطبقها امتى لو الكونديشن ده اتحقق تمام. يبقى لو انا عندي الكونديشن ده متحقق يبقى انا اقدر استخدم الايكويشن ده، مش متحقق هستخدم الايكويشن دي لو الجي بتساوي 2. طب لو الجي مش بتساوي 2 تمام، يعني ممكن يعني استخدم بقى ديت تمام، بس انا هبقى عارف ان في نسبه خطا، نسبه خطا كبيره يعني نتيجه الابروكسيشن ده في نسبه خطا بس بسيطه جدا جدا يعني. لكن لو مش عندك كونديشن ده متحقق وانت عايز تعوض، لو عوضت هنا هيطلع لك برضو في نسبه خطا، فلو انت هنا في نسبه خطا يبقى انت استخدم الايه الابروكسيميت ايكويشن هيطلع لك برضو نسبه الخطا، يعني ايه هتبقى حاجه انديكيتيف بس مش هتبقى الاكزاكت فاليو يعني تمام كده. طيب يبقى انا ملجأش لديت الا اذا كان عندي الدي على ايه اقل من 4 من 10 و الجي بقى لا تساوي 2، لان لو جي بتساوي 2 هستخدم دي ماشي كده. ممكن تستخدم دي برضو مع الجي بتساوي 2 ما فيهاش حاجه برضو، بس يبقى عارف ان الفاليو اللي هتطلع عندك فيها ايه ابروكسيميشن وانت ما رحتش استخدمت الاكزاكت ايكويشن. طيب بالنسبه للونجيتيودنال ديسبليسمنت، لو المسافه ما بين التو فايبرز قيمتها اس تمام، يبقى الايتا ده بالنسبه برضو للستيب اندكس، يبقى هنا بيتكلم على الستيب اندكس تمام. يبقى الايتا ستيب اندكس بتساوي ايه 1 على 1 زائد اس على ايه في تان سيتا سي اللي هي الكريتيكال ايه الكريتيكال انجل بتاعه الفايبر تمام. طبعا الكريتيكال انجل الكريتيكال انجل تقدر تعرفها تحسبها ازاي زي ما احنا خدنا قبل كده. يبقى انت هيبقى عندك 2 فايبرز تمام، بالمنظر ده كده
تمام؟ في شيفت ما بينهم قيمته اس، يبقى الايتا اس اي بتساوي الايه؟ بتساوي الايكويشن دي، تتحسب من الايكويشن دي. طب افرض التو فايبرز ستيب اندكس بس السيتا سي مش متساويه في الاثنين، بتاخد بقى السيتا سي للتيك ايتا اس اي اكبر، يعني انا بتحسب الورست كيس ايه لوس، او بتحسب الايه اقل افشنسي، تمام؟ علشان تبقى ضامن دايما ان انت ما يعني ما خدتش الكبير، ما خدتش افشنسي كبيره، تمام؟ وممكن يحصل ايه اكبر ولا اصغر؟ نعم، ما انت لا لا بتاخد الاصغر، الاصغر انت بتاخد السيتا سي اللي تديك الايتا الاصغر. سامعني ولا ايه؟ معاك يا دكتور. يعني انت بتاخد الايتا الاصغر دي اللي بتعتبرها هي الايه اللص اللي بتحصل، حتى لو كانت هي مش موجوده، يعني حتى لو كان العكس هو الصحيح، تمام؟ بس نتيجه اختلاف ال السيتا سي في الاثنين، تمام؟ الا اذا انا حددت لك بقى، بس هي يفضل يعني دايما تاخد الايه الايتا اس اي اخضر لو في مس ماتش في السيتا سي في الايه في التو فايبرز. طيب نشوف الاكزامبل اللطيف ده، بيقول لك كالكوليت ذا كابلنج افشنسي فور 5125 ستيب اندكس فايبر اف ذا لونجيتيودنال ديسبيسمنت 10%، يعني الاس على ايه 10% والنيوميريكال ابيرشر قيمتها 2 من 10. طبعا النيوميريكال ابيرشر انت عارف هتعمل بيها ايه، صح؟ النيوميريكال ابيرشر هتحسب منها السيتا سي. طيب الكريتيكال انجل هتحسبها من هنا، عباره عن ساين ماينس 1 ايه ان ايه اللي هي 11.45%. طيب هو كان هنا بيقول لنا ساين ولا تان في تان سيتا سي، عشان كده راح ايه رجعها. طيب الكابلنج افشنسي فاوند تو بي ايه بقى، ايه على A زائد S، وطبعا ضرب بسط مقام في الA، يبقى A على A زائد S تان سيتا سي كل تربيع، حسبها طلع 96%، يعني اللاترال اللي هو الشيفت دوت، تمام؟ اللي هو الاكزيال شيفت او اللونجيتودينال شيفت عمل نص 4% فقط، يبقى الافشنسي ايه 96%. طيب نيجي بقى للايه لطرق اللحام. دلوقتي احنا عرفنا اللوسز اللي بتحصل في الجوينت، تمام؟ اسبابها هو ساين انفرس النيوميريكال ابيرشر بيديني السيتا كريتيكال ولا السيتا ماكسيمم؟ مش السيتا الكريتيكال، السيتا سي دي مش اللي هي المقصود بيها دي الاكسبتنس انجل بتاعت الايه بتاعت الفايبر. السيتا سي ايه؟ السيتا سي هنا اللي هو بيقصدها هي الاكسبتنس انجل بتاعت الفايبر، يعني الكريتيكال ولا الماكسيمم؟ الاكسبتنس انجل مش الكريتيكال انجل. يعني ايه الاكسبتنس انجل؟ ارجع بقى للمحاضره الثانيه، ما هي قدامي قدامك طلعها كده بقى. طب بص انا في فيديو، في مش فيديو، في مجموعه سلايدز كده، كان في برضو بعض الزملاء سالوا على النقطه ديت السنه اللي فاتت، وانا رفعت لهم جزء تاني او جزء مكمل للشرح بتاع النقطه ديت، عباره عن مجموعه سلايدز، تمام؟ انا يعني عامل لهم اناليسز للحته دي كده بالايه، يعني عاملها على الباوربوينت كده، تمام؟ ورسمها لهم بطريقه حسابها وليه دي بتساوي كده، تمام؟ فدي انا ممكن ارفعها لكم على الشانل بس بعد ما ايه طب يعني الكريتيكال انجل اللي مكتوبه في السوليوشن دي غلط يعني؟ اذا كريتيكال لا مش غلط، مش لا السي هنا مش الكريتيكال انجل يا باشمهندس، هو مكتوب اذا كريتيكال انجل از فاوند باي في السوليوشن تحت. كريتيكال انجل لايه؟ للمدخل يعني. طب بص انا هشرحها لك بعد المحاضره، ماشي؟ يعني انا مش هطلع من الميتنج الا ما اشرحها لك، خلاص؟ طيب الفيوجن سبلايسز، تمام؟ الطريقه بتاعت اللحام بالصهر، يعني انت عندك تو اوبتيكال فايبرز عايز توصلهم ببعض، فالطريقه دي طبعا بتبقى لحام بيرمننت، تمام؟ والفكره بتاعتها كلها ان انت بيبقى عندك الطرفين بتوع الاوبتيكال فايبرز بتقربهم جدا لبعض على قدر المستطاع، وبعد كده بيبقى في الكتريك ارك بيسخن المنطقه ديت ويحصل الصهر للاجزاء بتاعه الاوبتيكال فايبر مع بعض،
يتحولهم لاوبتيكال فايبر ايه واحد تاني، يعني بيبقى الكور متصل بقى بالكور والكلادنج اتصل بالكلادنج نتيجه الايه التسخين اللحظي او السريع للمنطقه ديت، فبيحصل صهر بدون ما ياثر بشكل كبير على الاستراكشر بتاع الايه بتاع الكور والايه والكلادنج. طيب علشان خاطر نقدر نفهم دي كويس ممكن نشوف الفيديو ده مع بعض. هو هنا ده بيشرح لك ماشين اللحم بيبقى منه فيه ولا بنستخدم مادة؟ لا من غير اي مادة. مادة لا تحطش حاجة. هو هنا هيوريك عملي ايه اللي بيحصل بالظبط، وانا هشرح يعني هفرجك على الفيديو وبعد كده هشرحه لك بقى ايه اللي بيحصل بالظبط. تمام يا دكتور. تمام يعني انت شايف كده دي الماشين وديت الاجزاء اللي هيستخدمها. تمام يعني عندك هنا في الحاجه اللي بتعمل ستريبنج للفايبر، حاجه اللي بتعمل الاينمنت، دي بتعمل الاينمنت. تمام ماشي بيقول لك انا بعمل تيرن اون للماشين. ماشي هو بيشرح الماشين بس احنا هناخد من اللي احنا عايزينه، هناخد الحته اللي احنا عايزينها في طريقه اللحام يعني. هو ده دي بتعمل بتغير البرايتنس بتاع الشاشه، مش فارقه معانا في حاجه خلاص. هو بيقول لك ان هو بيستخدم الاوتو مود في الماشين دي. طبعا الاوتو مود دي الاوتو ايه؟ اوتو لعمليه الالاينمنت، اوتو لعمليه درجه الحراره المناسبه، طبعا اوتو للايه لكل البارامترز اللي بتدخله في عمليه اللحام. ادي الاوبتيكال فايبر زي ما انت شايف كده بشكله عامل ازاي، عامل زي السلكه كده من بره، بس هو هيبدا ايه يعمل كليننج بقطنه او يعني بفايبر او يعني بقماش من ماده معينه. تمام بعد كده يبدا يعمل ستريبنج للايه للكفر دوت. قبل ما يعمل ده كله بيحط الايه بيحط الكفر الجديد اللي هيبقى على المنطقه اللي حصل فيها اللحام بعد عمليه الايه اللحام. يعني هو دخل الكفر ده الاول قبل ما يلحم. طب ماشي هيعمل دلوقتي عمليه ستريبنج وكليننج للفايبر. خلي بالك ان العلاقه ما بين الكفر اللي هو الاصفر دوت والاوبتيكال فايبر نفسه ما بيبقوش لازقين في بعض، بيبقى في ماده في النص، بيبقى في ماده جيلاتينيه عشان خاطر تحمي الاوبتيكال فايبر. فهو هيبدا ينظف الماده دي بعد ما شال الايه شال الكفر الاصفر ده. فهو طبعا بيجيب الكحوليك تيشو زي دي كده ويبدا يمسح بيها الاوبتيكال فايبر ينظفه. تمام يبقى هو كده عمل له كليننج. طيب بعد كده هيعمل ايه؟ بص ده هيعمل ايه يبقى احنا اول حاجه هنعملها ان احنا بنعمل ستريبنج للاوبتيكال، بيطلع الاوبتيكال فايبر نفسه، نشيل كل الكوتنج والكفرز اللي عليه، وبعد كده بيبدا بيتعمل له عمليه كليننج بشكل جيد جدا. بعد كده هنشوف بقى الماشين دي هتعمل ايه. يبقى هيعمل ايه ده بقى؟ هيثبت الاوبتيكال فايبر كويس جدا. تمام بعد كده يعمل كاتنج. يبقى كده عمل ايه؟ عمل الايه الميرور لايك كات والفيرتيكال كات بالظبط. يبقى هو عمل ايه هنا؟ عمل عمليه الكاتنج. فشفت لازم يثبت الفايبر ولازم يعمل عمليه كات بشكل ايه هاي كواليتي جدا. طيب هو طبعا هيعمل كده في الايه في التو فايبرز. هو كده عنده ايه طرفين للفايبر، ادي واحد منهم. يبقى هو عمل ايه؟ بص هيحطه بحيث ان الجزء اللي هيبقى ايوه هو علم عليه الجزء اللي هيتم فيه اللحام. تمام يحاول يدخله ناحيه الايه الالكتريك ارك بقدر الامكان. طيب والناحيه الثانيه هيحط الكيبل الثاني اللي هو المفروض هيعمل فيه نفس الايه الخطوات اللي عملها في الكيبل اللي هو ايه شرح لنا عليه. تمام بيحاول يقربه.
تمام، بس ما بيلمس بعضه لان هو لسه هيعمل عمليه الالاينمنت. بس شايف كده، شايف المنطقه اللي هي عامله زي حرف الفي ديت بيسموها الفي جروف الاينمنت، عشان خاطر الاثنين اوبتيكال فايبر يبقوا ايه بيرفكت الاينمنت. طيب ماشي، ايه اللي هيحصل؟ هيبدا يشغل الماشين. الماشين هتعمل ايه بقى؟ اه هيشرح لك ان في شكل تاني ليه الطرق التثبيت دي، طريقه تثبيت في شكل تاني هيحط لك. اه انا ممكن تثبتها من بره اصلا وتيجي تركب على طول، دي طريقه ودي طريقه برضو. اه طبعا لازم هيربط عشان خاطر الدنيا تبقى ثابته، بيقول لك ازاي بتتفك والتانية ازاي بتتركب. اللي يهمني بقى انت شفت طريقة القط تمت ازاي، تمام، طريقة التثبيت بالنسبة للإلكتريك أرك تمت ازاي. السنين اللي في النص دولت بتوع الإلكتريك أرك اللي هما هنا اهو قلبهم. طيب هيبدا الماشين دي هتبدا تصور التو اوبتيكال فايبرز دلوقتي اهو. بص يا سيدي، هو حطهم لك كده قدام بعض. الماشين دي بقى هتعمل حاجه اسمها، بتعمل نوعين، حاجه اسمها باسيف الاينمنت و اكتيف الاينمنت. طبعا عمليه الاينمنت بتتم ليه؟ عشان خاطر يحصل على اقصى كواليتي للسبلايس واعلى واقل باور لوس ممكن تبقى متاح. فهو بدا ايه يعمل، يحرك الاوبتيكال فايبرز بالنسبه لبعض، تمام، وراح مطبق الالكتريك ارك، تمام. اول ما وصل لافضل بوزيشن راح عامل ايه الكتريك ارك، راح مسيح الاثنين ايه، سايح الكور على الكور والكلادنج على الكلادنج. طبعا السرعه بتاعه تطبيق الالكتريك ارك، قوه الايه الالكتريك ارك دي بتاثر في الكواليتي بتاعه السبلايس. يعني انت زودت قوي ممكن الكور يسيح على الكلادنج، لو قللت ما يحصلش اللحام، تمام. طيب خلاص هو عمل عملية اللحام، شوف بقى هيعمل ايه. هيبدأ يطلع الكيبل من مكانه، لازم يفكه كويس جدا. ايوه شفت عمل ايه، بقوا حتة واحدة هوت بعد ما كانهم حتتين. وهيبدأ يدخل الكفر جديد، يجيبه على المنطقة اللي افتم فيها اللحام ويحطه في الهيتر اللي ورا دوت. الهيتر طبعا هيعمل ايه، هيبدا الشرينك البتاع ده يشرينك، يمسك على الاوبتيكال فايبر تاني. التسخين للجزئيه ديت هيعمل شرينكينج للايه، للشيلد او للكفر دوت. اعتقد انتوا اللي هو الشرينك دوت، يعني اعتقد فيه ممكن يبقى في بعض منكم استخدمه في الكفرنج بتاع بعض الوصلات حتى لو بتتعمل بسلك يعني. ايوه يا دكتور، الشرينك الحراري. ايوه هو ده، تمام. بس طبعا بيجيبوا بقى حاجات كواليتي عاليه. نعم، بيستخدموا بدل الكرتون، بيكون احسن يعني، بيبقى احسن طبعا وافضل واثبت كمان من الكرتون. ايوه، هو هنا بقى بيساعد كمان في ان المنطقه ديت ما تبقاش متعرضه للتأثير العامل الخارجية والانحناء أو يحصل له بند أو حاجة، بتبقى يعني متينة شوية، تمام، فبتحافظ على الحتة اللي حصل فيها سبلايسنج. تمام، يبقى احنا كده وصلنا لايه، للاند اوف فيديو. طب نحب نتفرج عليه تاني بقى ونشرحه حته حته. طيب قبل ما نشرحه حته حته، تمام، انا عايز اخش على منطقه او الطريقه بتاعه الالاينمنت اللي تمت فيه. بصوا بقى عمليه الالاينمنت، تمام، في نوعين للالاينمنت، في حاجه اسمها الباسيف الاينمنت وفي حاجه اسمها اكتيف الاينمنت. الباسيف الاينمنت دي بتتم ازاي؟ بتتم عن طريق حاجه اسمها، بتتم عن حاجه شكل الفي كده، تمام، يعني بيبقى في مجرى على شكل الفي وبيتحط فيه التو اوبتيكال فايبرز وتفضل تقربهم من بعض، تمام. هما طبعا ايه، ساندين على المنطقه اللي هي هنا دي،
يعني حاجة بالمنظر ده كده تمام، فتعمل عملية الالاينمنت. فطبعا لو الالاينمنت لو انت عملته باسيف وكان مثلا في اختلاف في الديامتر بتاع الكابل من بره تمام، هيحصل طبعا الاينمنت بس ايه هيبقى سيء تمام. طيب الطريقة التانية ان انت تجيب تو رودز تمام، وبرضو تستغل الجروف اللي ما بينهم دوت في ان انت تحط الايه تعمل الاينمنت للاوبتيكال فايبرز تمام. يبقى دي الطريقة الباسيف. الطريقة الباسيف دي بتستخدمها كانيشيال ستيج او بتستخدمها لما تبقى متأكد ان التو فايبرز لهم نفس الايه نفس القطر من بره، او يعني لما يبقى عندك دي حاجة عايز تعمل كونكشن سريع واللوسز بتاعتك يعني مش مهمة قوي دلوقتي، او يعني انت متوقع انها مش هتبقى عالية قوي تمام، فممكن تستخدم عملية الباسيف الاينمنت. لكن الماشين بقى اللي فاتت دي بتستخدم العمليتين دول زي ما انت شفت كده، هو حط الاوبتيكال فايبر في مجرى كده عامل شكل الفي ده، بيسموه الفي جروف ايه في جروف الاينمنت او يعني باسيف الاينمنت تمام. الاكتف الاينمنت بيتم ازاي بقى؟ بيروح مثبت التو اوبتيكال او تو بارتس للاوبتيكال فايبر على 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 حاجه اسمها كلاب بلوك تمام. طيب بيبقى في واحد منهم فيكسد والتاني ايه موفابل، طبعا بيتحرك في الاتجاهات الثلاثه، الموفنج الموفابل دوت بيتحرك فوق وتحت يمين شمال وممكن يعمل ايه روتيشن كمان. طيب بتيجي تحط رود او بتحط حاجه دائريه كده على الانبوت بتاع الفايبر وحاجه دائريه على الاوتبوت بتاع الفايبر، بتروح عامل انت بند. تفكرين ان الكريتيكال بند اللي كنا بنعمله علشان خاطر نقدر او عشان خاطر اللي بسببه يعني بيحصل لوسز في الفايبر وبعض الباور بتخرج بره الاوبتيكال فايبر نتيجه ان هي نتيجه ان الشعاع ايه بيفايوليت الحركه جوه الاوبتيكال فايبر بالتوتال انترنال لوس ويحصل ايه اختراق للمشكله او للكونديشنز بتاعه الكريتيكال انجل، فاللايت يطلع. انت هنا بتعملها عمدا بقى، بتروح حاططها تلفها بالمنظر ده وتروح حاطط الانبوت سيجنال بتاعتك او اللايت بتاعتك بشكل بحيث ان هو ايه تدخله من جوه الكلادنج من بره اسف من بره الكلادنج للكور تمام، بالزوايا بقى اللي تسمح بدخوله تمام جوه الايه جوه الفايبر. يبقى انت هنا بتعمل عمليه البند دي عمدا علشان تقدر تنجكت الايه اللايت جواه جوه الايه جوه الفايبر ده قبل الايه قبل المنطقه اللي هيحصل فيها الحام مباشره تمام. طيب ونفس الحركه تعملها في الفايبر الثاني الجزء الثاني اللي هتستقبل منه السيجنال تمام، تعمل عمليه الايه البند دوت تمام. فبالتالي بعض الاشعه تبدا تهرب من الايه الاوبتيكال فايبر تمام. فانت طبعا مع بقى الاخذ في الاعتبار ان ده بيبقى جوه ماشين يعني الليزر دوت تمام، هيبقى ايه هيبقى الباور اللي داخله للاوبتيكال فايبر معروفه، ولو هو في بيرفكت الاينمنت ومفيش قطع هنا اصلا هتبقى الاوتبوت باور معروفه. يعني دي هتتجرب في الاول تمام، ان هو يحط كابل تمام مفيهوش اي قطع في النص ويحط البي يحط باور وياخدها من هنا، يبقى هو كده عرف الباور اللي المفروض تستقبلها من هنا تمام لو مفيش ايه لو مفيش قطع هنا. طيب بعد كده بقى احط الفايبر اللي انت عايز تلحمه تمام. تعمل عمليه البند وتعمل انجكت لللايت وتستقبل اللايت من هنا، يبدا بقى الجزء الموفابل دوت يتحرك في جميع الاتجاهات تمام، وانت طبعا عملت مونيتور الباور اللي طالعه من البند اللي هو بعد الايه الجزء الثاني للفايبر لحد ما تحصل على اعلى باور ممكنه ممكن تاخدها من الايه من السنسور دوت او من الايه الديتكتور دوت، وتكون اقرب ما يكون للايه للباور اللي انت استها تمام لو عندك اوبتيكال فايبر ما فيهوش قطع اصلا تمام. يبقى انت هتفضل تحرك لحد ما تحاول توصل للايه للاوبتيمم بي اوت تمام. اول ما وصلت للاوبتيمم بي اوت احسن حاجه اعلى باور ممكن تاخدها من بعد عمليه الالاينمنت كده، يبقى انت عملت البيرفكت الاينمنت تمام وعملتها ايه اكتف الاينمنت. تروح تبدا عمليه اللحام بقى سواء بالسبلايسنج او سواء ايه ميكانيكال زي ما انت عايز تمام. انا حبيت انوه على النقطه ديت علشان تبقى فاهم عمليه الالاينمنت تمت جوه السبلايسنج باي فيوجن، الجهاز اللي احنا شفناه اللي هو بيعمل فيوجن سبلايسنج دوت بيتم ازاي. هي بتتم بالطريقتين يعني مش لا دي لوحدها ولا دي لوحدها، لازم يبقى في انيشال الاينمنت ده بيتم باسيف تمام، في بقى بعد ايه الفاينل الاينمنت بيتم ايه اكتف. يبقى دي رقم واحد دي رقم اتنين.
خلاص عشان توصل لاحسن ايه احسن اوتبوت سيجنال واحسن ايه افيشنسي للسبلايس او يعني واقل لوسز في السبلايس. خلاص كده. طيب هسيب لكم طبعا البرزنتيشن دي هيبقى فيها الفيديو دوت ممكن تتفرجوا انتوا عليه ايه تاني ولو في حد برضو عايز يسال انا معكم. طيب بالنسبه للنوع الثاني من السبلايس دي بتبقى يعني بتتم بطريقه ميكانيكال ما فيهاش فيوجن ما فيهاش انك بتعمل صهر للتو اوبتيكال فايبرز عشان يلتحموا مع بعض بشكل ايه نهائي. طيب دي بتتم ازاي؟ دي بيبقى فيها كومبوننتس معينه بقى بتستخدم سيرفس فول الاينمنت ميتنج فايبر اندز. يبقى محتاج تعمل ايه عمليه الالاينمنت. يبقى عمليه الالاينمنت ديت لازمه في جميع انواع السبلايسنج. طيب ريتينر تو كيب ذا فايبرز الاين. يعني بعد ما تعمل عمليه الالاينمنت وقعدت تتحرك انت او يعني تحاول تقرب وتبعد في الفايبرز لحد ما توصل للبيرفكت الاينمنت تمام، بعد كده لازم تثبت الايه الكومباينيشن دي كلها. يبقى محتاج ايه حاجه اسمها ريتينر. طيب ان اندكس ماتشنج اند فريندلي ريفليكشن ريدكشن ماتيريال جل او جريز او ادهيسيف او اي ماده بتبقى ايه موصى بيها من المصنع بتاع الاوبتيكال فايبر والمصنع بتاع الديفايسز اللي بتعمل بيها عمليه اللحام تمام. يبقى انت هتستخدم حاجه اسمها اندكس ماتشنج ماتيريال تمام. طيب دي وظيفتها ايه؟ تقلل الفرينل ريفليكشن. ما هو ريفليكشن يعني في باور رجعت من عند الحته ديت، الحته الديسكونتينيوتي اللي عندها القطع ديت او عندها اللي هتعمل عندها الوصل بتحصل ترجع تاني للايه للاميتنج فايبر. طبعا دي مشكله لان دي معناها ان في جزء من الباور فقد وما راحش للريسيفنج فايبر، وكمان الجزء اللي رجع دوت ممكن يعمل اوفر هيتنج في الفايبر التاني. فانت عايز تقلل المشكله دي خالص، عايز تقلل الفرينل ريفليكشن، عايز تخلي دايما اللايت بيتحرك في الدايركشن بتاع الايه الريسيفنج اند. طيب فانت بتحط انت محتاج الاينمنت ميكانيزم، محتاج ريتيننج ميكانيزم او طريقه للتثبيت، ومحتاج ماتشنج ايه جل او ماتشنج ايه ماتيريال. طيب بيتم ازاي بقى؟ اول حاجه بتعمل حاجه اسمها فايبر بريباريشن فور جيلي فيلد كيبلز. زي ما انا قلت لكم ان المساحه اللي بتبقى ما بين الجاكيت او الكفر بتاع الاوبتيكال فايبر والفايبر نفسه بتبقى الكفر الاصفر ده ما كانش لازق في الفايبر تمام، كان في ما بينهم وما بين بعض حاجه اسمها ايه جل او جيلي تمام. يبقى فور جيلي فيلد كيبلز ذا فايبرز شال بي ميكانيكالي كلين اوف ذا ووتر بلوكينج جيلي اوف ذا كيبل جاست using lint free paper tissue or cotton cloth. يبقى انت زي ما هو عمل كده في عمليه الاعداد اللي بتمت في الـ 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 الطريقه بتاعه الفيوجن سبلايسنج، نفس عمليه الاعداد تمام بتتم في الميكانيكال سبلايسنج مع اختلاف الطريقه بقى بتاعه السبلايسنج او الديفايس اللي هيعمل ايه سبلايسنج. يبقى في خطوات مشتركه وفي خطوات مختلفه. الخطوات المشتركه هي عمليه الايه الاعداد، ان هو انت بتشيل الكفر تمام، وبعدين تبدا تنظف الجيلي اللي موجود او الجيل اللي موجود. الجيل ده وظيفته يعمل ايه ووتر بلوكنج او يحمي الكيبل من الووتر او الفيبر تمام. تبدا تنظفه بايه بلينت فري فايبر ما فيهوش وبر يعني يعني بيبر ما فيهاش يعني مش خشنه يعني مش منديل ورق يعني ما ينفعش تمام، لا بيبقى بيبر معينه. هقول لكم زي مثلا انتوا عارفين اللي منكم راح ركب سكرين للموبايل بتاعته اللي هي البروتكتيف سكرين، بيبقى في معاه تو اتنين تيشو، واحد بيبقى ويت اللي هو بيبقى عليه الكحول اللي بيشيل الدهون وبيشيل الاوساخ من على الشاشه بتاعه الموبايل، وفي تيشو تانية بتبقى دراي ودي اللي المفروض بيتشال بيها كل الحاجات دي. لما انت تيجي بتحرك التيشو التانية ديت بتلاقيها ما بتسيبش مكانها وبر، مش لو جبت حتة قماش مثلا من منديل ورق او جبت قطعة قماش عادية جدا وقعدت تحركها على السكرين هتلاقيها بدأت تطلع فتل او حاجات رفيعة كده اللي هي الوبر ديت. طبعا ديت ما ينفعش تستخدمها للكلينينج لان ديت هي نظريا بتنظف تمام، لكن عمليا بتسيب اجزاء من التيشو ديت على الايه على السطح اللي انت بتنظفه. فانت بتحتاج تستخدم دايما ايه اللينت فري بيبر
تيشو او تستخدم كوتون كلوس بس يكون ما بيطلعش الوبر بتاعه على الايه على السطح اللي انت بتنضفه. طيب تاني حاجه سكندري كوتينج اللي هي الطيط بفر اور لوس تيوب كونستراكشن شال بي ريموف، يعني لو في حاجه تانية تمام بتبقى طيط اكتر مع الاوبتيكال فايبر بتروح ايه تشيلها. طبعا زي ما اتفقنا ان الحاجات ديت بيبقى المصنع انتنددلي مش حاططها لازقه في بعضها او مش محطوطه مع بعض بشكل ان انت ايه ان انت لما تيجي تشيلها تلاقي التانية اتشالت معاها تمام، او ممكن هو تتقطع تروح قطع الفايبر معاها، فبيبقى في ماده ما بينهم علشان خاطر تسهل حركتهم ايه يعني جوه بعض علشان خاطر تحمي الفايبر نفسه، وكمان علشان خاطر لو حصل لا قدر الله قط او هتعمل انت عمليه لحام عشان توصل تو ديفرنت كيبلز ما ياثرش الكلام ده على الايه على الاوبتيكال فايبر نفسه اللي هو اللي انت عايز تعمل فيه عمليه اللحام. طيب ستريبنج ميثود كود بي كيميكال ثيرمال اور ميكانيكال ديبندنج اون ذا ابلكيشنز اند ذا ديزايرد بيرفورمانس. يبقى انت عندك طرق كتيره لعمليه الايه الستريبنج او عمليه ازاله الكوتنج اللي حوالين الاوبتيكال فايبر، يا اما باستخدام يا اما كيميكال يعني بتحطها بتحط الكابل فيه ماده كيميائيه تبدا تعمل اتشنج او تبدا تاكل الايه الكوتنج تشيله خالص او تدوبه تمام، او باستخدام الحراره ممكن تسخن والتسخين دوت يبدا يخلي الكيبل دوت يعني يتحول لماده تانية او يتطاير او يبقى يتبخر يعني تمام، او بطريقه الميكانيكال زي اللي احنا شفناها في الفيديو ديت باستخدام الكليبر الايه اللي راح شايل الايه او الاستريبر اللي راح شايل الايه الكوتنج على طول. طيب زبير اندس شال بي كليند ويز بيبر تيشو سوكد ويز تيجنت جريد الكحول تمام تو اليمينيت ذا ريزيديوال كوتنج. يبقى بعد ما بتخلص خالص ووصل وطلعت وصلت للاوبتيكال فايبر نفسه اللي هو الشعيره نفسها بتبدا تنظف بايه بالكحوليك ايه تيشو، يعني تيشو محطوط عليه شويه كحول من نوع معين تمام علشان خاطر تبدا تشيل اي بواقي واي جل فاضل واي اوساخ موجوده نتيجه الايه العمليه الاستريبنج اللي تمت تمام علشان خاطر تخلي السطح كله كلين. The bare fiber in the shell be cleaved perpendicularly with respect to longitudinal axis. The cut surface shall be mirror-like. يعني هتبدأ تعمل cut vertical. Cut perpendicular. تمام؟ عملية ايه؟ cleaving او عملية cutting. تمام؟ perpendicular with respect to the longitudinal axis. عشان كده عمل كمان هو بيعمل عملية القط في العملية البريبيرنج اللي تمت قبل الفيوجن سبلايسنج. زي ما احنا قلنا عمليه البريبيرنج قبل الفيوجن سبلايسنج هي نفسها عمليه البريبيرنج قبل الايه قبل الميكانيكال سبلايسنج، الاختلاف بس في عمليه السبلايسنج نفسها الخطوه الاخيره بس. طيب في العمليه الاخيره بقى اللي هي هتعمل عمليه الكاتنج تمام، فانت بتروح عامل كات باستخدام الايه باستخدام كليفر معين تمام بيخلي لك القط بيربنديكولر ويخلي لك القط كمان ميرور لايك، يعني ما فيهوش اي نتوءات او ما فيهوش اي ايه اي اجزاء بارزه عن الاوبتيكال ايه عن الـ عن الـ عن الـ السطح اللي ايه اللي حصل فيه قط تمام. دي مهمه جدا جدا في عمليه اللونجيتيودنال الاينمنت عشان خاطر التو فايبرز لما تقربهم من بعض يبقى ما فيش ما بينهم اي ايه اي فراغات ولا اي نتوء في اي جنب من الاثنين يرفع لك ايه او يبعد لك الايه يعمل لك اللونجيتودنال شيفت لو حتى هيبقى بالمايكرون مثلا، انت بتحاول تاليمينيت الحكايه دي خالص، فتحاول على قدر الامكان يبقى عندك ميرور لايك ايه كات تمام. بعد كده بتتم عمليه الايه التثبيت بقى زي ما انت شايف كده. ايه اللي بيحصل؟ بيبقى عندك فيه جزئين، الجزء دوت تمام والجزء دوت تمام، بتقربهم بتحط بتثبت عليهم الفايبرز تمام وتبدا تقربهم من بعض بالفايبرز، وبعد كده تحط الايه الكفر دوت اللي هيغطي الفايبر في الاثنين، وبعد كده بتحط الايه ده واحد يبقى واحد من تحت واحد من فوق، وبعدين تبدا تحط الايه السبرينج كاب دوت علشان خاطر يضغط الكومبينيشن دي كلها مع بعض. هنا بقى يقول لك ايه عمليه الميكانيكال سبلايسنج دي تنفع
لما بيبقى عندك مالتي فايبر زي ما بيبقى عندك فيه كيبل تمام في مثلا 10 شعيرات مثلا تمام وحصل فيه قطع، عمليه اللحام هتعملهم واحد واحد مع بعض، هتمسك كل شعيره تلحمها مع الشعيره من الكيبل الايه الثاني وهكذا، وتعمل نفس الخطوات اللي تمت في الفيوجن سبلايسنج هنا تمام. العمليه هتبقى ابسط بكتير، لان انت هتروح تجيب تفرش العشر شعيرات تحطهم على الريتيننج ايه الريتيننج بارت دول او تثبتهم على اللي بتاع ديت، وتروح عامل القط بتاعك، تعمل هنا القط بتاع الجزء الثاني وتقربهم من بعض وتركب الايه الشيم باك دي نيجاتيف ايه تشيب ديت، وتروح عامل الايه السبرينج كاب وخلاص على كده تمام. فهنا عمليه اللحام بتاعت المالتي فايبرز بتبقى اسرع من عمليه من الطريقه بتاعت الفيوجن سبلايسنج، بس مع هذا الكواليتي بتاعت الفيوجن سبلايسنج بتبقى اعلى. ممكن نشوف الفيديو دوت هيشرح لنا عمليه الايه الميكانيكال سبلايسنج بتتم ازاي. اتفرج مع بعض. الصوره واضحه قدامكم يا جماعه؟ بصوا بقى هو حطه ثبته على ايه؟ برضو الفي جروف الاينمنت. بيشيل كل الكوتينج اللي عليه، شال الجاكيت اللي عليه، بس هو كان لسوء حظنا المره دي هو نفس لون الايه؟ الشعيره او يعني لونه فاتح، بدا ينظف بعد كده الايه؟ الاوبتيكال فايبر. حطه في الجايد ماشي، هيبدا يعمل الميرور لايك كات. بس عمل الكات. طبعا اللي بيتعمل في الطرف الايمن يتعمل في الطرف الايسر. بص بقى الريتيننج بارت بدا يحط الاوبتيكال فايبر جوه الايه جوه الريتينر، يفضل يزقه بقدر الامكان للامام، وبعد كده يثبت بالكليب ده كده خلاص. الناحيه الثانيه نفس الحكايه تحصل. بصوا اللي هيحصل هنا ايه، فضل يعمل بوشنج للكيبل الثاني لحد ما الكيبل الثاني بدا يتحرك من مكانه، معنى كده ان التو اندز بداوا ايه لزقوا في بعض تماما. يعني حته الانحناء اللي حصلت ديت معناها ان التو اندز لزقوا في بعض او بقوا بفيسنج لبعض بالظبط. خلاص يبدا يعمل الكفرنج بقى بتاعه. بس خلاص خلص. خدت قد ايه دي؟ خد التكلفه قد ايه؟ موضوع بسيط جدا زي ما انتم شايفين كده، عمليه الميكانيكال سبلايسنج. وممكن عشان يزود الكواليتي كمان يحط جل في المنطقه اللي حصل فيها السبلايس، علشان خاطر يعني هو الاندكس ماتشنج جل ديت، لو هو عايز كمان يحسن الايه الكواليتي. زي ما انتم شايفين الموضوع يعني اتراكتيف جدا وبراكتيكال جدا. واهم حاجه بس يعني نبقى عارفين الميثودز والميزه والعيب بتاعت كل ميثود تمام، نبقى كمان عارفين الخطوات بتاعت الالاينمنت وبتتم ازاي وليه تمام، عمليه الكاتنج بتتم ليه وازاي والمواصفات الصح بتاعتها. دي الحته اللي احنا كنا شرحناها في عمليه الالاينمنت. انا بصراحه حبيت يعني اعرفها لكم قبل ما نخش فيه، يعني تبقى ما بين الطريقتين، علشان خاطر يعني يبقى في فهم لعمليه الالاينمنت اللي تمت في الفيوجن، وفهم كمان لعمليه الالاينمنت اللي تمت في الميكانيكال سبلايز. بس طبعا زي ما انتم شايفين كده عمليه الالاينمنت في الميكانيكال سبلايز تمت بس فقط، طبعا يعني بتبقى اكثر شيوعا لو انت بتعمل جويننج، يعني بيبقى حصل قطع مثلا في الكابل وانت عايز تنقذ الموقف وتعمل ريستور لللينك على طول، فبتستخدم الميكانيكال سبلايسنج اسرع حاجه وارخص حاجه. طيب بالنسبه للفرينال ريلوسز عند النقط اللي بيحصل عندها جويننج، طريقه الفرينال ريفليكشن سهله جدا حسابها، يعني بتساوي 1 ناقص n1 ناقص n2 على n1 زائد n2 كل تربيع. طيب
The return loss can be minimized by index matching material between the fiber ends. يعني هي الـ N1 والـ N2 دولت بتوع ايه؟ بتوع الكور والكلادنج؟ لا، الـ N1 والـ N2 بيبقوا نتيجة لو انت عندك الفايبر الاولاني كده والفايبر الثاني كده، تمام؟ ده الترانسميتنج، تمام؟ يبقى الـ N1 بتاعت الكور، تمام؟ الـ N1 اللي هي موجودة هنا في الـ N2 اللي موجودة هنا مش مقصود بيها الكلادنج على فكرة. الـ N2 دي المقصود بيها الماتيريال اللي هنا، الماتيريال اللي ما بين الايه؟ ما بين الكور والكور، تمام؟ عشان بس ما تلخبطش. يبقى الـ N1 والـ N2 هم واحدة منهم بتاعت الكور، واحدة منهم بتاعت الايه؟ المسافة اللي ما بين الـ two cores بتوع الايه؟ الاوبتيكال فايبر. يعني يجوز الـ N2 دي مثلا بتاعت الهواء مثلا يبقى بواحد، تمام؟ يبقى N1 ناقص واحد وN1 زاد ايه؟ واحد. ديت الايه؟ الريفليكشن لوسز او الايه؟ الافيشنسي بتاعت الايه؟ الطريقه بتاعت حساب اللوسز نتيجه الايه؟ الفرينل لوسز او الفرينل ريفليكشن اللي بيتم نتيجه الايه؟ الديسكونتينيوتي في الريفراكتيف اندكس اللي هو ما بين الكور والايه والكور. طبعا الحته دي بيسموها ديسكونتينيوتي بارت، يعني الحته اللي بيحصل عندها القطع ما فيها ديسكونتينيوتي، تمام؟ دي ممكن تعمل ايه لوز. عشان كده بيحطوا اندك بيحطوا اندكس ماتشنج جيل، يعني بيحط ماده جيلاتينيه المفروض الريفراكتيف اندكس بتاعها يبقى زي الريفراكتيف اندكس بتاع الكور، تمام؟ علشان خاطر تملى الفراغات اللي ما بين الكور والكور وما يحصلش الفرينل ريفليكشن. طيب يبقى يوزنج اندكس ماتشنج ماتيريال بتوين ذا فايبر اندس باي يوزنج فيزيكال contacting fiber index by using interfaces that are cut at non-perpendicular angle and or using optical isolators. يعني عشان خاطر يتخلص من المشكلة بتاعت الفرينل ريفليكشن أو ريفليكشن لوسز بيعمل الآتي: إما يستخدم index matching material زي ما احنا قلنا كده، ممكن تحط index matching material يكون الريفراكتيف اندكس بتاعها زي الكور، يا اما باي يوزنج فيزيكال كونتاكتنج فايبر اندز، يعني يا اما تقرب التو فايبر اندز من بعض جدا بقدر الايه المستطاع، يعني تلزقهم في بعض زي ما عمل في الطريقه بتاعه الميكانيكال لوس، فضل يزق في الكابل يزق في الكابل لحد ما الكابل الثاني طلع او بدا يتحرك او بدا يعمل بند. معنى كده ان ايه؟ التو اندز بقوا فيسنج بالظبط قدام بعض، مفيش اي فراغات ما بينهم. يا اما by using interfaces that are cut at non-perpendicular angles، يعني في دي حيلة بقى، تمام؟ حيلة جيدة جدا بس طبعا محتاجة alignment بشكل perfect، يعني ممكن تخلي two cuts حاجة عاملين كده، واحد عامل كده والتاني عامل كده، تمام؟ يبقى الايه تعمل non-perpendicular cut عمدا، تمام؟ بس تعملهم طبعا في two fibers، فالحتة دي تخلي الديسكونتينيوتي طبعا هتقربهم جدا برضو من بعض، تخلي الديسكونتينيوتي الحده بتاعتها قليله، تمام؟ او يعني بيبقى في جراديوال تشينج من الكور اللي هنا للكور اللي هنا، تمام؟ في الحته بتاعت الديسكونتينيوتي ما تبقاش ديسكونتينيو يعني ابربت بتحصل مره واحده، لا بتحصل جراديوال، تمام؟ فده برضو دي بيقلل الايه الحده بتاعت الفرينل reflection او by using optical isolators، يعني تتخلص بقى من المشكله دي خالص وتحط ايه حاجه اسمها optical isolator وخلاص. ممكن optical isolator ده يكون electrical device، تمام؟ طبعا الاستخدام بتاعه طبعا هيبقى مكلف وهقول لك في الداتا ريت اللي موجود في اللينك. فعاده اللي بيستخدم حاجه من الثلاث انواع اللي فوق دول، دي او دي او دي، دي مستخدمه بس في حالات معينه. طيب بالنسبة لموضوع الكونكتورز، الكونكتورز يا جماعة هي زي ما احنا قلنا ان الفيوجن سبلايسنج والميكانيكال سبلايسنج ديت ايه بيرمننت كونكشن، يعني بتعملها ما بتفكهاش تاني خلاص. لكن لو انت عندك مثلا اوبتيكال راوتر مثلا او الراوتر اللي بيكونكت باوبتيكال فايبرز، تمام؟ فانت اكيد هيبقى في عندك زي الراوتر العادي بتحط السلك وتخلع السلك، اكيد انت هيبقى عندك لازم يكون في امكانيه ان انت تركب، عشان لو عايز تعمل ريبليسمنت للراوتر دوت فانت بيبقى في امكانيه ان انت تركب الاوبتيكال
فايبر وتخلع الايه الاوبتيكال فايبر منه. فانت عشان تعمل الحكايه دي محتاج حاجه اسمها ايه كونكتور. يبقى الكونكتورز ار ديزايند تو الاو ديسكونكشن اند ريكونكشن بروفايد لو انسرشن لوس تمام ذات ويل بروفايد ريلايبل ريبروديوسابل كونكشن. يبقى لازم يكون ليها لو انسرشن لوس. طيب most connector designs incorporate the fiber into a precision alignment. يبقى لازم يكون جوه الكونكتور ميكانيزم للالاينمنت aid that then plug into a receptacle in the connecting piece. يعني لازم يكون في جزء للالاينمنت. طيب virus environmental factors can make the design increasingly difficult. زي ايه مثلا؟ زي الدست ليفل التربه طبعا. لحتى عامل انت الاينمنت هتعمل لك فيرن ريفليكشن مثلا مش هتعمل بيرفكت ايه لونجيتيودنال الاينمنت. طيب بريشر ديفرنشال اكروس ذا كونكتور از ان ايركرافت بالك هيدز اور اندر ووتر كونكتورز. ماشي بريزنس اوف ووتر فيبر اند ووتر both around the connector and within the fiber cable. يعني لو في فيبر في الجو او في المكان اللي حاطط فيه الكونكتور او محطوط فيه الكونكتور ده ممكن يعمل لك ايه مشكله. طيب كونكتور ميتنج ريكويرمنت. يبقى دي النقط او الاربع نقط اللي ممكن ياثروا لك في الايه في الديزاين تمام ويخلوا لك ممكن الديزاين يبقى صعب كمان للايه للكونكتور عشان تتغلب على الاربع نقط دول. طيب الطريقه بتاعه الالاينمنت في الاوبتيكال كونكتورز تمام مش صعبه لكن هي في ثلاث طرق مختلف او ثلاث طرق مختلفين كل واحد له استخدامه طبعا. طيب في الالاينمنت العادي جدا زي ما انت شايف بيبقى في عندك زي تيوب تمام وفي عندك التو اوبتيكال فايبرز والمفروض ان انت ما بتيجي تعمل الكونكتور بتروح مدخل الاوبتيكال فايبر جوه التيوب دي والاوبتيكال فايبر جوه التيوب دي وخلاص على كده. كده انت عملت الاينمنت تمام وخليت التو اوبتيكال فايبر ايه كونكتد ببعض. طبعا بتقرب لما تحط الكونكتور بيكون متصمم بحيث ان المسافه دي تبقى ايه اصغر ما يكون. يا اما ممكن تعمل حاجه اسمها باي كونيكال الاينمنت سليف تمام بتبقى حاجه بالمنظر ده كده. طبعا ده longitudinal cut او يعني ايه واخدين مقطع طولي تمام. الاوبتيكال فايبر بيتركب على ريتينر بالمنظر ده والاوبتيكال فايبر الناحيه الثانيه بيتركب على ريتينر بالمنظر ده وبعدين يخشوا الاثنين في المكان ده. فهو داخلين طبعا بيبداوا بايه يعني بيخشوا لحد الاخر. فتبص تلاقي الجزء دوت بقى جه قدام الايه الجزء ده تمام. او بطريقه ثانيه انت ممكن تعمل ايه ممكن تاخد اللايت اللي طالع من الفايبر تمام وتمرره على عدسه محدبه بالمنظر ده. فده يعمل ايه بدل ما الاشعه تبقى طالعه من الفايبر بشكل كونيكال بالمنظر دوت العدسه في وضعيه معينه لما تحط الـ العدسه دي عند البؤره بتاعت يعني تحط خلي المسافه ما بين الفايبر والبؤره بتاعت العدسه تمام المسافه بتساوي المسافه بتاعت البعد البؤري للعدسه تخلي لك الاشعه تتحرك بعد كده بشكل متوازي. يبقى انت عملت ايه كده خليت الاشعه بدل ما هي تتحرك في مكان صغير وعمليه الالاينمنت صعبه جدا عشان تخلي كل الاشعه اللي طالعه من الفايبر ده داخله في الاشعه في الفايبر داخله في الفايبر الثاني. دي الطريقه دي بتتم كتير جدا لما يبقى عندك سنجل مود فايبر لما تبقى الدايمنشنز بتبقى صغيره قوي. فهو بيسيب الضوء وطول ما تبعد عن الفايبر بيبدا يعمل ايه يبدا يتسع. طيب يبقى انت بعد البعد البؤري لما تحط دي عند البعد البؤري بتاعها هتبدا تخلي لك الاشعه اللي بتتسع ديت يخلي لك تتحرك تتحول ايه لاشعه متوازيه. بعد كده الجزء الثاني تحط فيه نفس الايه التركيبه او نفس الايه الكومباينيشن ديت بس طبعا هتبقى معمليه بالعكسيه بقى يعني الاشعه المتوازيه اللي هتسقط على الـ 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 العدسه ديت هتجمع كل اللايت اللي وصل لها للانبوت بتاع الاوبتيكال فايبر الثاني تمام. لو خليت المسافه هي برضو بتساوي مسافه الايه البعد البؤري بتاعها تمام. يبقى انت عملت ايه كده يبقى انت حسنت في الحته اللي فيها الكونكشن. يعني لو حصل شيفت بسيط هنا تمام ايه اللي هيحصل ولا حاجه هيبقى جزء صغير جدا هيحصل فيه لوسز لان انت خليت يعني انت كان انت عملت يعني ايه بدل ما كان الشيفت البسيط دوت عباره عن مثلا
دي مثلا بواحد مايكرون مثلا، الواحد مايكرون مع الدايمنشنز الصغيره تفرق، لكن لما الدايمنشنز بتاعت او الاتساع بتاع الشيء او القطر الري يكبر، يبقى الواحد مايكرون دي هتبقى بالنسبه للقطر بتاع الري صغير جدا، فبالتالي اللوسز مش هتبقى عاليه بالقدر اللي ممكن يقطع اللينك خالص او ممكن يسبب ايه لوس للكوميونيكيشن كلها. تمام، فانت الفكره ديت، الفكره دي بتخلي الايه الاشعه تتسع بالمنظر ده، وده كده يعمل ايه عمليه التوصيل وعمليه الايه الالاينمنت. طيب الكوميرشال كونكتورز طبعا في منها اربع انواع مشهورين جدا، واحد اسمه الاس ام اي كونكتور، البايكونيك كونكتور، الاس تي كونكتور، والاف سي كونكتورز. انا شايف احنا نتكلم على انواع الكونكتورز ديت ونقارن ما بينها، تبقى المحاضرة القادمة. تمام، نحط مقارنة ما بينهم وبعد كده نبدأ بروسيد في الأجزاء بتاعة الفايبر براج ريتنج والكلام اللي هيبقى بعد كده. هل في عند حضراتكم أي أسئلة أو استفسارات؟ حضرتك بس كنت تشرح الجزء بتاع السيتا. هرجع له حالا. هسألك بس اقفل الشير دلوقتي، هو قفل مش كده؟ لحظه واحده هفتح لكم بس البرزنتيشن الثانيه. هو احنا لو عايزين نعمل بوز للتسجيل يعني نوقفه ونرجع، خلاص هنوقفه ونرجع نستأنف تاني.